السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 11 القسم 2 حفظ الطاقة منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة. أقرأ أفهم أحفظ أطبق. مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. جيب الدفتر اللي بتكتب فيه حل المسائل مشان تراجعون أثناء الامتحانات، وجيب الورقة الكاتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 11 واللي انت جهزتها كل درس بدرسه. في إحدى مسابقات بيلي فلوب للغطس يكون الفائز هو الغطاس الذي يثير أكبر كمية من رذاذ الماء عند ارتطام جسمه بالماء، ولا تعتمد كمية الرذاذ على طريقة الغطس فقط، بل تعتمد أيضا على مقدار طاقة الحركة التي لديه. لاحظ حطيتها بغير لون لأن هي عبارة عن معلومة عطاك إياها مشان تحل المسألة على أساسها. افترض أن هناك مسابقة يقفز فيها كل غطاس عن منصة ارتفاعها 3 متر، وكانت كتلة أحدهما 136 كيلو جرام، وألقى نفسه من المنصة ببساطة، بينما كانت كتلة غطاس آخر هي 100 كيلو جرام، فقفز عن المنصة إلى أعلى ثم رمى نفسه في الماء. فما الارتفاع الذي يجب أن يصل إليه الغطاس الثاني عند القفز إلى أعلى ليثير كمية رذاذ الماء نفسها؟ إذن هذه العبارة هي مفتاح الحل. نستخدم المياه بوصفها المستوى المرجعي، والطاقة الحركية لدخول الماء تساوي الطاقة الكامنة للغواص في الجزء العلوي من رحلته، سواء الغواص الكبير أو الغواص الصغير. طاقة الوضع الجاذبية تساوي لـ MGH، هذه للغواص الكبير، وتساوي 136 كيلو جرام ضرب 9.80 نيوتن لكل كيلو جرام ضرب 3، تساوي لـ 4.3. نحسبها مع بعض، 1.36 ضرب 9.8 ضرب 3 وتساوي، بيطلع عندك رقم تضغط الـ ENG بتطلع 3.998 × 10³. بقربها بتطلع عندك 4.3 جول. لكن الطاقة الحركية للغواص الصغير تساوي الطاقة الحركية للغواص الكبير. منين جبنا هالعبارة؟ من آخر عبارة في المسألة بيقول لك ليثير كمية رذاذ الماء نفسها، وكمية الرذاذ تعتمد على مقدار طاقة الحركة التي لدى الغواص. يعني من هذه العبارة ومن هذه العبارة المعلومة. إذن نقدر نستخدم H وتساوي، نستخدم نفس المعادلة H وتساوي طاقة الوضع الجاذبية على MG، لكن M هذه للغواص الصغير. إذن طاقة الوضع الجاذبية تساوي 4.3 جول على M اللي هي كتلة الغواص الصغير اللي مقدارها 100 كيلو جرام ضرب 9.80 نيوتن لكل كيلو جرام. الجواب يطلع 4.1. لسه الرقم عندي على الآلة، منقول تقسيم بفتح قوس 100 ضرب 9.8 بسكر القوس وتساوي، بيطلع عندي 4.08، فبنكتبها بالتقريب 4.1 متر. هي ارتفاع الغواص الصغير من مكان القفز إلى سطح الماء، لكن هو مش ألقى نفسه من على المنصة، قفز إلى الأعلى مسافة ثم نزل إلى الماء. معنى ذلك بنطرح نحن هاي بعد الغواص الصغير عن سطح الماء، دي وتساوي دي اللي هي المسافة اللي قفزها الغواص الصغير من عن منصة إلى الأعلى قبل أن يرمي نفسه إلى الماء، وتساوي 4.1 − 3 وتساوي 1.1 متر. إذن هذه عبارة عن المطلوب اللي هي
الارتفاع الذي يجب أن يصل إليه الغطاس الثاني عند القفز إلى أعلى. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء ومن التشجيع.